حيث ما ذي السماء أزول الخوم يكمر غوزين النهار الجمعة 23 شتنبر الوقت إذا سنتوشا وزارة الداخلية للمواطنين ما حدد الساسن الملفات الترشيح ذي الانتخابات وغتبدأ السن السفت 24 زي شهر الحملة الانتخابية غيكمر نذن التاث نهار 6 أكتوبر ديوسين غهن عاشن جيرث وربدأ ذقيار الانتخابات غيرين السن 7 أكتوبر الأقاليم ناريف هذا يسمح زوان 41 المرشحين خرج كراسن البرلمان يجتطو ذن غعش راي موشان ذي الحسيمة ذي النظار ذي الدريوش فؤاد المنور زقيك من المجال وزم من الترشيحات إثوشا الوزارة الداخلية إني خسنا ذات فندقم حيزوار الانتخابات تسنتان أسن السبت 24 شتنبر الحملة الانتخابية وبذانت الأحزاب سواء ندخل برامج نسنت أمش سروغان تثفاو تخمين خسنا ذقن إويذوذ من لا يربحن أسن 7 أكتوبر الحملة يو أتكمل أسن الخميس 6 أكتوبر غار 12 تمديث على حساب من تنا وزارة الداخلية يسوجدن مرة من غا حذاج المرشحين ما حندا ذي عذو مناني مليح أمشتار نيثنا 41 ليستاث يغيم حيزوارن خوي غياليين حيض عاشن كراسا يغار صغال الحسيمة ظن ذور ذي الدريوش ذي البرلمان الحسيمة ذي 12 لوائح من غانت خربعة الكراسة ذي الناظور انتف ذي 17 اللي استاذ تمحي زوار انتولى النهنتي خربعة الكراسة ممش انتف ذي الدريوش 12 اللي استاذ تمغزور انت ثلاثان الكراسة ايثما ذي السماء ارذا يكمرون غميسة رجثا نغذي من ديوسين